بونسوار لي في كي دايرين لاباس عليكم بخير اموركم هانيه بصحه فطوركم بون كيما وعدتكم في هاد سيدنا رمضان تايلا شهر رمضان اشاك فوا كل مره نلقى فيها الوقت غنبقى ان شاء الله نصور لكم دي فيديو واخا يكونوا قصارين ولكن نوريكم موديلات مابقاش نغيب عليكم بزاف بون نبداو ان شاء الله مع اول موديل ما نطولش عليكم في هاد الفيديو بلوتو نبداو مع اول موديل كيما كتعرفوا جلبه هاد المرمه شي حاجه اللي ما كديموضاش شي حاجه اللي زوينه شي حاجه اللي طرو كلاس مهم مازال تبارك الله خدامين فيها مازال لي كليونت كيطلبوا هاد لي موديل ديال المريمات وحنا ما علينا الا التلبيه ديال الطلب ديالهم مازال ان شاء الله دافع لكم شي مريمات زوينين قريبا ان شاء الله تلقاوهم في لي لايف ديالي راه قربوا يوجدوا ونبداو مع هاد المريمات حتى هي طلعت ما شاء الله اكثر من رائعه سورتو بهاد لو بلو جين مع المريمات جات فيها ديغادي ديال لا كولور وصوبنا لها في لي مونش ديالها كما كتشوفوا حتى هما بالمرمه حتى هما بالعقيق هكذا بالمريمات كما كتشوفوا هذه خدمه ديال الدار مرمه مخدومه باليد 100% هانتوما كما كتشوفوا ديزا براندا من الوسط وراندا من الجنيبات انا نحاول نقربكم من الموديل اكثر نوريه لكم في المرايه باش يبان لكم اكثر دائما في الموديلات ديال المريمه كما كتشوفوا هذا الفيرجون جا اكثر من رائع والوين هذا ديال الصيف ممتاز فريمون كيجي ما شاء الله روعه في اللباس بالنسبه للناس اللي ما عمرهم جربوا هذا لا كولور غير زعموا عليه ما شاء الله كيجي زوين بزاف وكيجي ترو كلاس ممكن ما كتشوفوا البنات نخرج لكم شويه من لي ديتاي ديال الجلبه شوفوا الدريس خدمنا فيه هاد العقيقات هادو جاوا غزالين ما شاء الله الكل حتى هو كله بالدريس وملاقي ديالها براندا وكيبقى دائما الثمن ديال المريمات حنا عندنا معروف 700 درهم الجوده ثم الجوده والكاليتي العاليه بون فوالا كما كتشوفوا الجلابه كتجي همويه كتجي رائعه في اللبسه كتجي منخويه والثمن جد مناسب وندوزو البنات ثلاث جلابات المريمات دائما في المريمات كما كتشوفوا البنات هذه في صاله عاديه ماشي في صاله خزانيه مي راه يكون عندنا في 4 ديال تلبس الاكس ال حتى الدوبل اكس ال هي راه كبيره عليا ولكن رغم ذلك فاش كتكون لا كاليتي ديال التيشيرت زوينه نازله كتجي جلابه بحال هنا هذه باينه بحال هنا مخزانيه مي باغ كونطخ هذه راها في صاله عاديه في صاله دغوات ما ايفازي ما والو ونشوفو كتجي بالدريسين في ليديدات المريمه ديالها خديمه ديال اليد خديمه دياريه كيما عودتكم البنات وفوالا ندوزو الموديلات خلي ان شاء الله باذن الله بالنسبه للناس اللي تسالوا على الثمن ديال جلابه المرمه دائما جلابه المرمه عندي كنبيعهم 600 درهم 700 درهم حاجه زويونه ومخدومين بالعقيق ديال الام جي بي اللي بغات تشوف الموديل بور لا ديغنييغ فوا البنات راه دابا نخلي لكم البنات ندوزو للكاتخيام موديل كما كتشوفوا دابا لبست لكم هذا القميص لقيت هذا الفولار جا اسورتي معاه فريمون جا ما شاء الله روعه بالنسبه للبنات المحجبات اللي كيديروا فولار دونك هما دائما يكونوا انيقات بالزين لباس التقليدي ديالنا الاصيل فريمون كيجي ما شاء الله روعه كما كتشوفوا هذا القميص كريب دو سوا بعقيده بلدي نص طوق طريسنات في الجنيبات وبالطرز الرباطي اللي دائما ما عمره يموت من زمان وعاود كيرجع وكيرجع وكيرجع شي حاجه اللي ديما غتبقى معنا ان شاء الله باذن الله بون قلبكم شويه من الموديل بوغ بلوس دو ديتاي بون فوالا ودائما البنات مع القميص منبتين قبيله تقيس لكم الطاس دابا ندوزو للقميصات منبتين هذا قفطان طويل كما كتشوفوا لي مونش 3 كار كما عارفين دابا جاي الصيف لا بلوبار ما كيبغيوش الجلاين هاد لي كونو سورتو مع الصاد وداكشي كيفضلوا لي مونش 3 كار اون فوالا كما كتشوفوا قميص منبت ما شاء الله طلع روعه وتا الثمن ديالو جد مناسب بالنسبه للثمن ديال هاد القفطان الاحمر 900 درهم كيجي فن ما شاء الله روعه بون لي عجبها هاد لو موديل دابا نخلي لكم لي نيميرو في لا بار دانفو لي بغات كوموندي في الواتساب مرحبا على راس العين واللي بغات تاخد دي زيد على الجديد في القميصات والجلبات مرحبا ما تنساوش تدعمونا وديروا لنا جيم وتخليو لنا كومونتير زويون بحالكم كما العاده ندوزو الموديل اخر البنات جو بونس باين لكم بلا ما نوريه لكم في المرايا ندوزو دوتر موديل بون البنات ندوزو الموديلات ديال الجلبات دائما الجلبات ديال التنبات لي ما شاء الله بزاف الناس ولاو كي
كيف تضلوهم سورتو في سورتو الا كان عندهم شي سبوع شي حفيله خفيفه كتقول لكم شي من ديبار لابسه الجلابه ديال التنباس واليوم نمشي عاد نبقى نقيس عند الناس ولا نبدل في حوايجي دونك سي بور سا قررنا ان نبقى نخدم لكم شي حاجه وحداليه شي حاجه ترو كلاس او ميم طون كتجي فنه وبراتيك نشوفوا البنات الجلوه هاد الموديل ديجا خدمتكم فيه النوار خدمتكم فيه البلو غواز زيتي ما شاء الله خدمت لوينات زوينين ماشي كاع السلعه كنعرضوها وراكم عارفين ما يمكنناش تقيسوا جميع الموديلات بون بالنسبه للثمن ديال الجلبه لورانج ب 700 درهم البنات 700 درهم فريمون راكم عارفين الاثمنه المناسبه والجوده العاليه و فوالا الجلبه اللي غادي لا كابتور ديكرون هادي ما شاء الله روعه راه مخزنيه كما كنقول لكم مخزنيه راه كتجي لا شوفوا انا شحال كبيره عليا الجلابه ولكن المخزني راه هكذا كيتلبس كيجيو كسيفه طايحين وكيجي الوسع واسع بون هكذا المخزني كيتلبس ونبقاو دائما مع نفس الموديل البنات كما كتشوفوا خدمنا فيه حتى هاد الغوز بيبي ما شاء الله طلع روعه ما شاء الله فن كما كتشوفوا دخلنا عليه في تنبات البلو نوي والموف بون فوالا حتى هو نفس لو بري ديال الجلبه لورانج 700 درهم راكم عارفين دابا مع تالي اللي راه فريمون العيا كاع النهار كيتكب علينا راه كنديرو الدراع وصاف هانتوما كتجي فيها البنات رشيمه هنا ورشيمه هنا ورشيمه هنا كيجي ترو كلاس وكيجي ادمي في اللبسه الثمن ديالو 700 درهم كما ما وداكم البنات بون البنات نختمو مع اخر موديل موديل ديال طازا الباطي خدمنا لكم هاد الجلبه سامبل ما شاء الله دابا تلقاو لي فوتو ديالها راه درنا شوتينغ انا واميمه اليوم تلقاو لي فوتو ديال هاد الجلبه في انستغرام الناس اللي مازال ما تابوناو في انستغرام يور قفطان 3 ا على ف يور قفطان كتكتب 3 ا مهم دابا نخليها لكم في لافار دافو بالنسبه للناس اللي ما عرفوش يكتبوها بالنسبه لثمن الجلبه 600 درهم عقيده بلدي نستوب غادا بالطرز الرباطي في لي دو كوتي المهم الجلبه كتجي ما شاء الله روعه فيها الديكغادي ديال لي كولور ديال الموف دي من خويا في اللبسه خدمنا لوينات زوينين فيهم ولكن للاسف عييت ما نقدش نقيسو منكم كاملين المهم انتم متبعين لي لايك ديالي اشاك فوا كنطلع موديلات فيهم واللي انتريسي باللوينات ديال هاد الجلبه راه موجودين تخلينا ميساج في الواتساب على النوام اللي نخلي لكم في لابار دافو بون الناس شكرا بزاف من البنات اللي خدموا الوقت ديالهم وتفرجوا في لا فيديو ميرسي بوكو الناس اللي مازال ما تابوناوش ابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد غرو بيزو للمتتبعات الاوفياء ديالي